هذا كالي خوتي، راكم تشوفون الحالة بالأسلاك الشائكة. ها شوف سما دايرين السيكلة منها، جوزنا على الشرطة ما صورناش، فقط يعني رايحين داخلين في الباخرة. على كل حال هاي الفولا على اليسار، فولا بريطانية. وعلى كل حال كتشوف يعني دخلوا منا الباخرة، الله يكون مع خوتنا الحراقة. هذه دخلت على شوف يم بالشيك بالأسلاك الشائكة وشرطة، وتوجد فيه الشرطة الفرنسية والبريطانية لمراقبة الحدود، ويعني مش سهلة. ربي يكون مع كل واحد وهكذا يعني. كاميرات في كل منطقة كذلك. مهم هذا هو ميناء كالي الفرنسي، في ناس هم دايرين ليه في منطقة أخرى. ونشوفوا هالي كالي ورا، هذه الناس اللي يروحوا بالسيارات عن طريق البحر من كالي إلى دوفر، مدة الرحلة 99 دقيقة. بعد ذلك من دوفر البريطاني إلى لندن 37 مايل، حوالي تقريبا 70 كيلومتر، لأن ببريطانيا كما تعلمون يحسبوا بالمايل عكس فرنسا والدول الأوروبية، كل شيء مختلف ببريطانيا. احنا داخلين هنا إلى شرطة الحدود الفرنسية، هيتبان هاليك سي. الآن راحين ندخلوا شرطة الحدود البريطانية، هاليك البريطانية في كي بوردر كنترول. رانا هنا في كالي كما تشوفوا هنا، ماقدرش نصورو لكم، هذا السياج راهم دايرين خيام. الناس هادو والله العظيم يا اخي غالبيتهم كما قلنا ايرانيين وافغان واكراد والسوريين قليل هنايا. المهم هكذا يعني رانا في الطريق الى لندن عبر كالي، من كالي الى دوفر. مدينة كالي الآن احنا صاعدين في الصعود الباخرة هكذا يعني، درنا شوية تأخر لكن الحمد لله. على كل حال جماعة أوروبا الشرقية بلغاريا ورومانيا وجايين هنا وداخلينها من كالي الفرنسي، هذه الباخرة أخيرا تدينا الدوفر البريطاني. الرحلة ساعة ونص إن شاء الله. نوجهوا هكذا بعد ساعة ونص إن شاء الله نكونوا في الطرف الآخر، في الجهة الأخرى من دوفر البريطاني هكذا. نخليكم إن شاء الله أخوتي، والسلام عليكم. هاو البحر كيف أخوتي؟ البحر يخوف. هذا بابور من تكون من ثمن طوابق. أنا نغادروا مدينة كالي في اتجاه دوفر، إن شاء الله نوصلوا بخير على خير. المهم من دخلنا بابور هذاك توقف الآن. أنا وصلنا إلى دوفر بريطانيا خوتنا، هذا هو. أنا هنا في دوفر، هذلك نعود نسوقوا من دوفر إلى لندن حوالي 37 مايل، حوالي 70 كيلو لأنها يحسبوا بالمايل. وفي هذا كلهم رايحين لكم كما تشوفوا اليورو لاين بعد ما مهبطنا مالك. هم الحافلات يروحوا لأوروبا. المهم في الخرجة ما كان والو، غرفة الدخلة اللي في كل دخلة يكون
شرطة الحدود والأخرى هنا هو عادية. هاي كل شحنات جات هذا ألمانيا الأخرى هولندا هذا بريطانيا فهذه بريطانيا. نحن الآن في دوفر الميناء البريطاني في طريقنا إلى لندن. خوتي إن شاء الله تكونوا تمتعتم بالفيديو وربي يوفق كل واحد وتحياتي لكم والسلام عليكم. عدنا إلى لندن مع الفوكس.